في منطقة سرايا القبة بالقاهرة يشمخ قصر مهيب كقصور القصص الخيالية. أسواره وبواباته العظيمة تهيمن على منطقة مترامية الأطراف، قصر القبة. شيد الخديوي إسماعيل قصر القبة على أطلال قصر والده إبراهيم باشا ليكون قصر الأحلام، فجمع لبنائه أشهر المعماريين من الخارج والداخل، واستمر العمل في بنائه 6 سنوات إلى أن تم افتتاحه بعد حفل زفاف أسطوري لنجله وولي عهده الأمير محمد توفيق، ليرتبط القصر فيما بعد بحفلات الزفاف والأفراح الأسطورية للعائلة الملكية. تبلغ المساحة الإجمالية لقصر القبة 200 فدان، تشغل مباني القصر وما يتخللها من حدائق داخلية 80 فداناً، بينما تشغل الحديقة الخارجية 120 فداناً، ليصبح القصر تحفة معمارية ونباتية خلابة تحيط بها أسواره المهيبة. يتكون القصر من طابقين عظيمين تغلب عليه السيمترية التي تحمل في ثنياها رسالة تتلقاها العين بالمتعة. فللقصر بابان متقابلان يحمل كل منهما شعار الملك ويعلوه شعار المملكة المصرية. ما بين البابين يقع البهو الرئيسي، وكأن كل ركن فيه هو صورة معكوسة لما يقابله. مرايا، قطع أثاث ولوحات، فازات وتحف. على جانبي المدخل مرآتان بلجيكيتا الصنع، يجذب انتباهنا السقف المزخرف بأكمله، يتدلى منه 3 نجفات من البرونز فرنسية الصنع. يتوسط البهو منضدة من الخشب المذهب، يعلوها كأس من الفضة، يحمل شعار الدولة العثمانية. من البهو الأرضي على يسار الداخل من باب القصر ندخل المكتب الملكي. فمنه وجه الملك فاروق أول رسالة صوتية عبر الإذاعة للشعب المصري. إني أحيي شعب العزيز. سقف المكتب يبدو كأنه قطع فنية من نحاس مذهب، تتدلى منه نجفات غاية في الروعة. تزين حوائط المكتب لوحات متفردة، من أهمها لوحة كتب عليها القرآن الكريم كاملاً بحروف عربية واضحة، أهديت إلى الملك فؤاد الأول. يقابل المكتب المكتبة الخاصة بالملك فاروق والتي تحوي نفائس الكتب. من داخل مكتب الملك نعبر إلى الصالون الملحق بقاعة المؤتمرات. لنجد مجموعة نادرة من التحف والمنحوتات واللوحات لأشهر الفنانين العالميين آنذاك. فأينما وقعت العين وجدت من الجمال ما يسرها. يؤدي باب الصالون إلى طرقة التشريفات، وهي طرقة قصيرة تربط بين مكتب الملك وقاعة الاجتماعات. نعود مجدداً إلى البهو، فعلى يمين الباب الرئيسي للقصر نجد صالون الوزراء. أعد لاستقبال الوزراء وكبار رجال الدولة، تذخر جدرانه بلوحات زيتية آثرة. تلك تحفة نادرة، يعلوها تمثال من البرونز لفتاة إغريقية تكتب كلمات على حائط من البازلت.
ونمر إلى الصالون الملحق بصالون الوزراء الذي تبدو جدرانه وكأنها لوحة مزخرفة بشعار المملكة المصرية. تتوسطها ساعة فرنسية فريدة. خطوات قليلة من صالون الوزراء إلى صالون الملك. هو الصالون الرئيسي بالقصر ومخصص لاستقبال ملوك ورؤساء العالم. تلك كنبة فرنسية رائعة مصنوعة من نسيج الجوبلان. على يسارها دولاب يعكس البهجة والفخامة في تصميمه ومحتواه، يضم قطعاً مترفة من الزجاج البوهيمي. صالون فرنسي من القرن العشرين يتميز بوجود طغراء السلطان العثماني. تتوسط الغرفة نجفة فرنسية عريقة من عهد الخديوي إسماعيل. نغادر صالون الملك ونمر ببهو صغير تتوسطه منضدة يحيط بالمنضدة مرآتان بلجيكيتان متقابلتان وفازتان، إحداهما تحمل وجه رجل والأخرى تحمل وجه سيدة بملامح رومانية. نعبر ذلك البهو الصغير متوجهين إلى غرفة الطعام الرئيسية عبر طرقة يزين جانبيها مجموعة من اللوحات الجصية. وتلك لوحة بالرسم البارز على الزجاج للشخصية التاريخية جون النمساوي المعروف باسم دون جوان. نحن الآن في قاعة الطعام الرئيسية التي يتبارى فيها الجمال الفني والمعماري في ثراء الزخارف والألوان. يغطي سقفها بعض الزخارف النباتية المتميزة في تلك المرحلة، تتدلى منها نجفة أسطورية مصنوعة من الخزف ذات طراز إسلامي فريد. في ركن من القاعة كنب من الجوبلان مزخرف بالورود. نعود مرة أخرى إلى البهو الرئيسي، نرتقي درجات قليلة لنصل إلى بهو السلم حيث ركن البيانو، وهو قطعة فنية أثرية لا تقدر بثمن. مزخرف بنظام الماركتري على درق السلحفاة وصدف نحاسي ممزوج بالفضة، يعلو البيانو لوحة زيتية متحركة لحداد يطرق بالمطرقة ودجاج يلتقط الحب. نافورة على شكل ملائكة تحمل وحدات إضاءة على شكل شعلة. من ركن البيانو نرتقي درجات السلم المصنوع من رخام إيطالي أبيض متجهين إلى البهو العلوي. يزين جدران السلم لوحات زيتية خلابة. نقف الآن على عتبات البهو العلوي لنشعر كأننا في محراب للفن والجمال. تظهر السيمترية بجمالها الأخاذ في كل عناصر البهو وتفاصيله، فيظهر التماثل الفني والمعماري في السقف الذي يحمل أروع زخارف الروكوكو والباروك في ثلاث نجفات من الكريستال مع البرونز تتدلى من السقف. في المرايا البلجيكية المتقابلة، في الدولابين الزجاجيين اللذين يضمان صورا نادرة للملك فاروق والأميرات وضيوف مصر من الرؤساء والزعماء، وفي البهو أيضاً قطع نادرة كدولاب الموسيقى العجيب الذي يرجع إلى عهد الملك فؤاد. في أقصى يمين البهو العلوي توجد شرفة القصر الأمامية المطلة على حدائق قصر القبة المترامية الأطراف. هذه الشرفة شهدت أول إطلالة للملك فاروق لتحية شعبه بعد عودته من إنجلترا عام 1936،
نعود من الشرفة الأمامية إلى البهو لنعبر الكبر الرخامي المعلق الذي يصل البهو العلوي بالجناح الخاص الجناح الملكي، ويبدأ بممر على جانبي بعض الأجنحة لكبار الشخصيات من المرافقين لضيوف مصر. تمتاز تلك الأجنحة بألوان مختلفة وديكورات متميزة، وبالممر تحف عجيبة من أهمها هذا الرأس الإغريقي المصنوع من البرونز، سجاد قاجري، تقطوقة من الخشب محفورة على شكل فيل، تحف من الزجاج البوهيمي. ندخل الآن الجناح الملكي. يتبسط الجناح الملكي صالون مهيب، دولاب مجوف في الحائط يضم كنزاً حقيقياً، ساعة يحيط بها إطار من الألماس، أطباق مفرغة من الفضة، وتحف من الزجاج البوهيمي. على الحائط لوحتان لمناظر طبيعية بتركيا، مدفاة من الرخام على الطراز الفرنسي تحمل شعار المملكة المصرية. ها قد وصلنا إلى جناح الملك وغرفة النوم الرئيسية بألوانها ولوحاتها وأثاثها الممتلئ بالحيوية والنشاط والطاقة. صالون من أثاث القرن العشرين، أثاث من الطراز الإمبراطوري، على جانبي السرير أبليكان على شكل رمحين، ولغرفة الملك غرفة ملحقة بها تحتوي على لوحات تمثل الحياة الأوروبية في العصور الوسطى، دولاب يضم صوراً لبعض الملكات والأمراء والزعماء وكبار الشخصيات العالمية التي أهديت للملك فاروق. جناح الملكة. أول ما يخطف القلب والبصر في جناح الملكة تلك الألوان المفعمة بالرقة والأنوثة والجمال وتناغمها مع كل ما حولها من أثاث ومفروشات وستائر ملكية ولوحات بديعة. شهد القصر إقامة شاه إيران عندما جاء إلى مصر بعد قيام الثورة الإيرانية، وظل فيه إلى أن توفي ودفن في مدافن الأسرة المالكة. ويحظى القصر بعناية فائقة من قبل حكومات مصر المتوالية، فقصر القبة سيظل شامخاً شموخ تاريخ مصر وأعجوبة من أعاجيبها وشاهداً على ريادتها. قصر القبة أعجوبة الزمان.